تعال نعكسها بقى. اي كلمة تيجي على بالك اسألها لي وانا اقول لك انطباعي. ماشي. الحنان. حاجة عظيمة ايا كان بقى هو. انت حد بيبقى حنين معاك او انت حنين على حد، الاحساس بتاع الحنية ده. بص كلمة حنية فيها ليها تأثير، انا وانت عنينا راح فيها عنا. قلوب طلعت من عينيها كده. لا لا حاجة عظيمة. جميلة طبعا. الام. يا لهوي، انت عارف بقى الام دي فيها ميزة ما بتتاخدش منها. انت كبني ادم مهما حد حبك ممكن يقفش عليك في وقت ما، يقفل منك، يقل حبه، يكرهك، بتاع ايا كان. امك مهما حصل تمام. صح. فبقى الواحد عنده احساس ان ايه، ان في انثى في الحياه غالبا كده كده مش هخسر، يعني مش هتزعل مني. فاهم؟ الابن بيبقى فيه رابطه قويه جدا مع الام عكس البنت مع ابوها. وكنتش بفهم الحكايه دي، كنت دايما متخيل اني هبقى طالع دايما علاقتي الاقوى بالاب. وقت الجد دايما تلاقي الولد واقف يتخانق مع ابوه عشان انت راجلها. طبعا بالظبط. ومن وانت صغير تقول لها انت بتلبسي ايه وانت مش فاهم حاجه اصلا، انت بس بتشوفها في الافلام فبتقول انت ليه بتاع راجل. اتعلمت الرجوله على ايديها. بالظبط. طبعا. بس انا بقى ايه ضد فكره ان نعمل عيد للام ومفيش عيد للاب. وفي والله انا ضد الاعياد دي. في افوره. بالظبط. في افوره كمان من الستات في ان هم كامهات، يعني ان احنا قد ايه بنضحي. يا جماعه يا جماعه على الاقل انتم مضحيين، بس قاعدين في البيت بتضحي، احنا بناكل تراب يعني. اعياد وهدايا ولا لا لا. الست احلى واغلس حاجه، اصعب واسهل حاجه، اجمل واوحش حاجه. واقول لك جمله حلوه بقى، للاسف مش عارفه مختصر في الفقره دي. علي الشريف الله يرحمه، الله يرحمه، في فيلم بتاع الانسان يعيش مره واحده بتاع عادل امام كان عامل دور البواب. طبعا. قال له الست يا ولدي زي الشمس، نزعل منها يوم، نحبها يوم، بس ما نقدرش نستغنى عنها. طبعا. يعني حاجه كده. وانا عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن افكر اصلا في فكره الجواز الا لما قابلت واحده معينه. وعمري ما كنت افكر عامه ان انا ممكن اجرح حد الا لما شفت ان انا جرحت حد. من يعني فاهم حاجه، انت بتحس بمخلوق الانثى ده بعد عشرتك معاه. اختك وبنت عمتك وصديقتك وزميلتك وامك وعمتك وحبيبتك وبعد كده مراتك. انت بتفهم المخلوق ده طبعا على ما بتفهمه وتبدا تطبطب بقى وتبقى جدع بيبقى عندك 60 سنه بس. خلاص. قلبي. بس الحمد لله قبل ما اموت فهمتك، عارف يعني. في النهايه لا، الست دي عايزه كتاب بصراحه. احنا مالنا جد قوي، مش عارف حسيت في مش احنا ليه يعني. احنا اصلا هنلعب لعبه تافهه جدا. ايه بقى؟ هقول لك فكاهه تقول لي فكرتك بمين بقى من الفنانين بتوعنا في مصر، اذا كان زملائنا اي جيل اي حد. وصلي على النبي. على الصلاه والسلام. ماشي. التفاح الاحمر. عادل امام. الموز. احمد عز. الجوافه. علي ربيع. البلح الاحمر. البلح الاحمر. اوسكار. الكيوي. احمد فهمي. الدوم. الدوم ده مش فاكهه، اعتبره فاكهه عشان خاطري. ماشي. مش عارف ارقم عليك. الدوم عم زلاح عبد الله. غريبه بس ماشي. القشطه اللي هي لونها اخضر في اسود. بموت فيها. ميرنا نور الدين. الاناناس. الاناناس. هنا الزاهد. الرمان. الرمان. شيماء سيف. كنت متوقع شيماء في البطيخ. انت شايل البطيخ لويزو شكلك. لا ليه. يعني لو قلت لك البطيخ هتقول لي كريم عفيفي. طبعا. ده انا محتفظ بيه ليه. تحب البطيخ؟ بقى اكتر فاكهه في زيها زي الشاي بلبن. ايوه صح. طبطبه كده من جوه ولهط. يا نهار اسود يا سلام. والقلب بقى المسكر ده. انا امي كانت بتجيب من الراجل وهو معدي في الشارع تشتري مثلا منه بالعشر بطيخات وتحطهم لي تحت السرير. فانا اقوم بالليل لما كله ينام اقوم فاتح واحده جايب اجلها ومخلصها، تاني يوم تقوم شاريه اتنين تلاته. فانت طول الصيف عندك مخزون بطيخ. سؤال بقى لا ينتهي. ليه تحت السرير؟ عشان ما يبص.
بجد تحت السرير بيبقى مدقلك كده تحت السرير ما يبص بجد على الارض. اه دي معلومه غريبه جدا. هي بتقول كده الله اعلم هي حقيقيه ولا لا، بس هي من المعتقدات بتاعتهم ممكن. يعني اللي هو اوكي طب بس فعلا ما كانش بيبوظ. طب انت تاخدها تقطعها وتاكل، ما هي حلاوه البطيخه ان هي تبقى ساقعه. ما فيش بقى، ممكن احطها في الفريزر 3 دقايق كده، ما المهم اكلها بقى. انا مروح عايز اكل بطيخ. ماشي. اعكسها. المانجا. هند رستم. نفس الخيال القذر. مش قذر ده حقيقه. ايوه بس نفس الدماغ. الله يرحمه. الله يرحمه. البرقوق. حمدي المرغني. اللي جه على بالي على فكره انا بقول بالاحساس. ماشي. الافوكادو. الافوكادو الافوكادو احمد عز. الرمان. غريب اصل الرمان ده غريب. ومسكر ومفيد وبحبه وعصير وبعدين تقشيره وحش ومن بره جامد ومن جوه حلو. انا انت انت رمان. انا اغلب الناس بتقول لي نفس التعليق، انت اللي بيشوفك بيحس ياخد انطباع عنك انك شديد او ناشف قوي وانت ما جواك طيب، فقلت يعني رمان. ادخل نفسي في الموضوع. ماشي. طيب ال التفاح الاخضر بتاع الدايت. المزز. اه بتاع الدايت اللي هو الكيلو ب 35 جنيه ده. محمد صبحي لانه مفيد وبس مزز فنه في تنظيره مباشره بس في نفس الوقت ده مفيد فميكس كده يعني. أوكي. محمد صبحي. الشكلمه. يا نهار ابيض. شاديه. الحرنكش. علاء مرسي. قول لي من الحاجات اللي انا قلتها لك عيدها، اصل انا قلت لك حاجات انت عاد بتبعد. آه لا عيد معايا حاجات ما انا هبقى اجابتي مختلفه عنك. البرتقال. اقول لك ابويا الله يرحمه، انا ما اعرفش ليه هو جه في بالي ان هو بيعشق البرتقال ده، وطول عمري الشط بتاع ما بيصحى من النوم بياكل برتقاله. هو اللي جه في بالي. بيحب البرتقال. اه الله يرحمه. البطيخ. احلى فاكهه في العالم. مونيكا بلوتشي. ماشي. اليوستفندي. احمد حلمي. الباباي. الباباي عارفه؟ دنيا سمير غانم. فاكهه ما بفهمهاش الباباي. بس كفايه الفواكه لحد كده. ما ينفعش ما نتكلمش انا وانت على اوشن 14. اول تجربه سينما ليك في حياتك؟ يعني اول مره تقف قدام كاميرا سينما. هو وانور وحمدي وخاطر تقريبا كانوا اول مره يقفوا قدام كاميرا السينما، والحمد لله من اجمل الذكريات اللي في حياتي، والفيلم ده الحمد لله نجح جدا الحمد لله. واحنا كنا ناس بلح محدش يعرفنا تقريبا، بس او عارفيننا من مسرح مصر او شباب لزاز اخرنا، بس ان احنا نعمل فيلم ويجيب رقم كويس في وقت زي ده كانت خضة وفرحة. طبعا طبعا انا لا اوشن من يعني حتى الان من احب الافلام اللي انا عملتها ليا. يعني انا بحبه يعني جوايا كده ليه معزه خاصه، غير مش عشان هو اول فيلم بس، لا الفيلم نفسه مظبوط. بيجي لي عليه كومنتات حلوه حتى الان لحد دلوقتي. طبعا وانا طبعا مع انه ما جاش في قنوات. تخيل بقى ايه، واحد يقول لي انا لسه كنت اقول نفس النقطه، واحد يقول لي شفته في الطياره، واحد يقول لي شفته بالصدفه مع اصحابي، واحد تاني يقول لي شفته على النت او على الكمبيوتر مش عارف ايه، بس كلهم شافوه. يعني ما حدش ما شافوش. اخد وقته اخد لفه الحمد لله. خد لفه فعلا وما جاش على قنوات يعني. هو لما يجي على قنوات كمان ويبدا يتعرض كتير هتلاقي رد فعل اكنه جديد. طب اسالك سؤال بقى، تفتكر ده بقى يفرق دلوقتي؟ لان المنصات وال يعني الحاجات اللي على النت بقت مش ما بقاش في مشكله ان الفيلم محتاج يتشاف على قناه عشان الناس كلها تشوفه، صح ولا ايه رايك؟ هو صح الى حد ما، بس خلي بالك ان احنا كتير وفي ناس كتير قوي مش وصل لها فكره ان هي تشوف الفيلم على النت او في موقع او في منصه، لا هم عايزين التلفزيون. انا راجل لحد دلوقتي دايما تخش بيتي تلاقي روتانا سينما مفتوحه مثلا. الحياه سينما مفتوحه، قنوات الافلام ما بتتقلبش. أيوة. مع اني بقى عندي كل المنصات وعندي كل بس الحاجات، بس فكره ان الفيلم شغال لايف مع اني ممكن اجيبه في 3 ثواني اتفرج. أيوة. عليه. لا بس الاقي مثلا صعيدي في الجامعه الامريكيه شغال لازم اسيبه واتفرج عليه وكانه جديد. بحب فكره ان مش انا المتحكم في الفيلم، ان انتوا عاملين لي ايه البروجرام النهارده فهتفرجوني على ايه بالظبط. ومش مثلا هنزل اعمل شاي بلبن فادوس بوز وانزل اعمل وارجع، لا يعني انت معنى شغال. معنى كان انت لو عندك طباخ هتقول له فاجئني مش هتدي له المنيو كل يوم؟ لا هدي في دي لا. طبعا محدش يتدخل في بطني. ماشي نرجع لاوشن.
اولا ممكن تقول لي او تقول للناس التعب اللي احنا تعبناه في الفيلم ده، عشان الناس متخيله في افلام الكوميدي وبالذات النوعيه زي اوشن دي انها احنا بنروح نهزر كده، فيا ريت تحكي لنا المعاناه، لان احنا كنا وقتها يا جماعه بنعرض مسرح، فتقريبا نص يومنا 6 7 ساعات في المسرح، واي وقت نخلص فيه مسرح نبدا تصوير، يعني مفيش نوم. مظبوط. فايه بقى؟ لا الموضوع كان صعب جدا ومرهق، لان هو كان كمان في سفر وانت بتسافر تتصور هناك وترجع تعرض وتسافر تاني، وقصة حزينة. جنون. المشاهد نفسها كانت صعبة، يعني المشهد بتاع البسبوسة بتاع كنت هحكي عليه، فكويس انك جبت ان سيرته. لما بخش الاقي عيلتي بتاكل بسبوسة ورايحين في الجلاش خالص، ده اتاخد زوايا كتير وزوايا للناس اللي مش فاهمة، الناس العادية اللي هي الكاميرا، وضع الكاميرا يعني هنا ومرة هنا ومرة هنا، زوايا كتير، مع ان انا لازم ابقى نفس النيرف في كل الزوايا. فبتتخانق طول وبتخانق مع اليوم، عيلتي، دخلت لقيت عيلتي بتاكل ضايعة. مخدرات ضايعين. ف مشهد يعني حلو قوي، بس الحمد فعلا لله. تنفيذه صعب. وهقول لك حاجه، عارف ليه المشاهد اللي بتبقى صعبه قوي دي؟ بيبقى المشهد نفسه فيه طابع مسرحي، طبعا انت تفهمني هنا، طبعا الاحداث الكتير، الشخصيات الكتير، كل واحد عنده حاجه بيقولها، فصعب تصور كل ده. صح، ده من حقيقي. فتحة الباب من بيومي وهو بيفتح الباب ويقول لي عصام ما شاء الله كبرت، يعني لحد دخولي جوه كل ده، ده يعني حقيقي، يكاد يكون مسرح ده حقيقي، شوية ده لحد حقيقي. ما. فلا المشهد صعب، أنا جيت في آخر تيك ده كنت بقول شهادة. خلاص لا بس فرقع. شهادة حق بقى، من أكتر الناس البروفيشنال يا جماعة في جيلنا، في أصحابنا، الحمد لله. فظيع. وفعلا هو بيشتكي من فكرة إنه التيك عايزه يبقى زي ما هو، هو عمل كل التيكات زي بعض. لو رجعنا دلوقتي المونتاج بتاع كريم مش هنلاقي له غلطات كتير خالص، حاجة يعني أنا دايما بشكر فيه. أنا لما شفتك يا كريم في أوشن، أنت تفتكر أنا قلت لك إيه صح؟ قلت لك أنت المنتجين والمخرجين هيحبوك صح ولا لأ؟ أيوه. بروفيشنال هادي، بيبقى عايز يعمل حاجة بيطلبها بهدوء، مفيش العشوائية، مفيش حتة بتاعته أنا دي اللي هي إيه مفيش البلطجة، ما مداد. ينفعش. لا فبتعجبني الحتة دي في كريم حقيقة، يعني تحية. الحمد لله. انت كينكي ولا دوبل كريم؟ انا ايه؟ كينكي ولا دوبل كريم؟ ما انا ما اعرفش ايه الكينكي. مش مهم يعني، انت عارف يبقى يعني ايه دوبل دوبل كريم؟ كريم. انت عارف ايه دوبل جبنة كريم؟ دوبل كريم ماشي ممكن. جبنة دوبل كريم، امال ايه؟ ده اللي جه في بالك. امال ايه دوبل كريم ده؟ فخر حريمي وبقول لك كينكي ولا دوبل كريم، تقول لي الجبنة؟ ما انا مش عارف ايه الدوبل كريم وايه الكينكي وايه الفرق طب بينهم. طب خد حاجة دوبل كريم. دوبل كريم. اجيب لك زيتون جايبين فين؟ ماشي. كيكو بتحبني؟ أنا طبعا يا حياتي بتحبني؟ وبقولها يومين. ايوه كده، عايزك تبقى معايا صح. طيب ايه اكتر حاجه بتكرهها فيا؟ مش بكرهها بالظبط، بس اللي هي يعني ايه، انت زي ما بيقولوا دبش، فاهم قصدي؟ يعني مدب قاسي قوي. يعني وما بيبقاش قصدك، مش ده اللي جواك اصلا، برافو. فانا بيصعب عليا ان انت ممكن حد ما يعرفكش يفهمك غلط، بيفهم النرف ده على ان انت انه ايه عنف. اللي فيه إيه؟ ليه وانت اصلا مش كده، فاهم قصدي؟ بس انت ممكن تقوم رقعه واحده في نص دماغه فهي لازم يتضايق، فدي اكتر حاجه فيك لازم تركز فيها. ايه الصفه اللي عندك اللي بتحمد ربنا ان هي عندك؟ صفات كتير الحمد لله. اكيد اكيد اكيد. دور في بحر صفاتك الحلوه كده وقول لي على واحده يعني. لا والله ان انا طيب، يعني يقال ان انا طيب. انا عمري في حياتي ما سمعت حد يقول انا طيب. لا جماعه لا انا اصحابي نصابين دايما. ازاي؟ لا انا ليه مش يا عارف، عم انا مش طيب؟ انا اقول ايوه بس عمري ما حسيت ان حد عارف ان هو طيب. دي انا غلبان والله. يا حبيب قلبي. والله انا طيب. طب انا فعلا لا انت فعلا طيب. طيب اهو ماشي. فدي اكتر حاجة انت بتحمد ربنا ان هي عندك. الحمد لله، يعني الحمد لله طيب احيانا. المسرح، البداية، الكذب، احيانا النكد، بكرهه قوي. اشرف عبد الباقي، الاخ الكبير. ليه فكرت كتير؟ عشان هو بالنسبه لنا كلنا حاجه كبيره، فيعني دايما بتعطل انك تفسر انك توصف توصف العلاقه دي للناس. فبالظبط. المحور، زحمه. محور زحمه. قناه المحور، قناه ما بجيبهاش والله، ما بتفرجش عليها. باسم يوسف، كنت بحب البرنامج بتاعه الله يمسيه بالخير. يعني موقعة الجمل،
انا ضد المواقع دي كلها. رحاب الجمل. انت بتجيب اي حاجتين زي بعض ومش مهم ده فين وده فين، صح؟ دي فقره نفسيه محسوبه بالحرف بالملي. طب انا اسف. رحاب الجمل ممثله شاطره. الكنافه بالمانجا؟ لا ماليش فيها، بحبها عادي. اوفر ريتد قوي صح؟ وايه ده؟ لازم كل حاجه نقعد نحط ما ناكل مانجا وناكل كنافه، يعني ليه دخلت لنا المانجا في رمضان؟ الانسان لازم يبوظ اي حاجه صح؟ المصري لازم يبوظ اي حاجه. في كنافه حلوه؟ لا ازاي؟ حط عليها مانجا وشوكولاته ليه؟ ونوتيلا ولوتس ولوتس ليه؟ صح صح، زي فكره انواع القهوه وانواع اللبن وانواع الحاجات لازم تتدخل. ما ينفعش تسيب الحاجه دي ترابيزه، لا هقلبها كرسي. ليه ما تسيب امها ترابيزه؟ ده هياخدني بقى ان انا اقول لك الشاي بلبن. احلى حاجه في الدنيا الشاي بلبن. هو يا جماعه كريم انا مدمن شاي بلبن بشكل مرعب يعني، وبيشربوا بدل الميه تقريبا. ده حقيقي. وبعدين لازم يسخن اللبن يتغلي. في ناس بقى تحط بق زي يعني بق اللبن ساعة وخلصنا. لا لا لا، ده الشاي بلبن بالنسبه له اكنه مشروب المحياه يعني. جاي من معبد فعلا. الشاي ده مشروب، ده دماغ ناس. بس هو مشروب حلو قوي فعلا يعني. وبعد كده تاكل معاه سندوتش ينفع، تشربه لوحده تمام. هو مشروب حنين يا سيدي، بينزل يطبطب عليك من جوه كده. والله انا اهم قرارات في حياتي خدتها وانا باصص للحيطه واشرب شاي بلبن. يا سلام. بس اقعد ابص في الحيطه كده واشرب شاي بلبن، اخد قرار عظيم. ايا كان القرار ممكن اهد بلوه، اعمل بلوه ممكن عادي، بس هاخد القرار وانا بشرب الشاي بلبن، فبقى مرتاح نفسيا.